نهاراج يحاول إصلاح الأضرار التي لحقت بملجئه المؤقت في كالي في فرنسا. هذا الشاب الأفغاني وصل إلى هنا منذ أسبوعين كمحاولة للتسلل إلى بريطانيا عبر قناة المانش، لكن الليلة الماضية اقتحمت شرطة الحدود ملجأه وألقت القبض عليه. كنا 10 تقريبا الليلة الماضية ننام هنا حين كسروا النافذة وأخرجونا بعنف من المنزل واصطحبونا إلى مركز شرطة قبل أن يفرجوا عنا لاحقا. مر عام منذ أن جرفت شرطة الشغب ما يسمى بمخيم الأدغال في ضواحي كالي، وهو مخيم مؤقت عاش فيه نحو 1500 مهاجر من أفغانستان والسودان وباكستان في ظروف بائسة. غالبيتهم رحلوا إلى بلدانهم، في حين أن البعض الآخر طلب اللجوء إلى أماكن أخرى. بعد عام لم يتبقى شيء في المخيم، وتدنى عدد المهاجرين إلى نحو 500 شخص يعيشون في ظروف مأساوية وبحاجة دائمة إلى الطعام والمأوى، لكن على الأقل فإن المساعدة هنا أكثر تنظيماً. المياه مؤمنة وهناك مبنى صغير للإسعافات الأولية، أعتقد أن هذا أفضل لأي شخص، بالإضافة إلى الهدوء وقت الغداء ومساء. يمكن للناس أن يأتوا إلى هنا للشعور بالسلام، حيث يمكنهم التحدث والمناقشة بعدة مواضيع. طلب اللجوء السياسي إلى فرنسا صار أسهل. مهاجر مثل ويليام من دارفور في السودان بإمكانه الآن أن ينجز أوراقه في كالي، لكن بالرغم من ذلك فإن معظم المهاجرين يفضلون الذهاب إلى بريطانيا. المشكلة الكبرى مع أولئك الذين يرفضون إنجاز أوراقهم، وهؤلاء يريدون قطعا الذهاب إلى إنجلترا. أميل إلى السماح لهم بالذهاب إلى هناك، ولأصدقائنا البريطانيين تحديد القوانين والكوتا على أراضيهم. السلطات الفرنسية تزعم أن عدد المهاجرين إلى بريطانيا قد انخفض بعد أن أغلقت مخيم الأدغال، لكن المنظمات الإنسانية تقول إن المهاجرين ما زالوا يتوافدون إلى المخيم بحثا عن حياة أفضل في بلد آخر.